فيديو يكشف حقيقة اشتباكات بيروت. ميليشيا حزب الله بدأتها بشعارات طائفية وتحطيم الممتلكات في عين الرمانة. ثمانية وثلاثون برلمانيا يطالبون الرئيس هادي بإلغاء اتفاق ستوكهولم وتحرير الحديدة وتحريك جميع الجبهات. الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية بمحافظة تطاوين جنوب البلاد كانت تخطط لهجمات نوعية. تحية مسائية لكم مشاهدينا من قناة الحدث، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة نستهلها بالملف اللبناني، حيث تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تنسف الرواية التي تحدث عنها حزب الله وحركة أمل حول أحداث عين الرمان الدامية بالأمس، والتي كانت تتحدث عن تعرض أنصارهما لكمين مدروس من قبل عناصر حزب القوات اللبنانية، إذ تظهر التسجيلات دخول أنصار الثنائي الشيعي حزب الله وأمل مدججين بالسلاح وهم يطلقون عبارات طائفية وتحريضية ويعمدون إلى تكسير السيارات. تداعيات اشتباكات بيروت والسلاح المنفلت الذي هدد الأمن اللبناني لم تردع الميليشيات عن التصعيد السياسي والإعلامي. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله قال إن مسار تنحية محقق انفجار مرفأ بيروت سيتواصل ولن يتراجع، وفيما اتهم القوات اللبنانية وبتحريض من واشنطن بإطلاق النار على من وصفهم بالمحتجين هدد بالمحاسبة والعقاب. وكان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وصف بيطار بأنه رأس الفتنة ويقتضي عزله. We'll be right back.
في الأثناء يسود الهدوء الحذر مثلث الطيوني عين الرمان الشياح في ضاحية بيروت بعد نهار دام من أمس تخلله إطلاق نار وقذائف ذهب ضحيته 7 قتلى لغاية الآن، فيما شهد محيط المنطقة حركة سير شبه طبيعية. لا تزال أثار الرصاص والقنص واضحة على المباني السكنية، وقام الجيش حواجز تفتيش على مداخل الطيونة بالإضافة لانتشار كثيف لمخابرات الجيش حيث يقوم بتفتيش المرة. وأشار الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني إلى وقوع 32 جريحا وإلى أن بعض الإصابات منها إصابات بليغة. وللمزيد حول الوضع في بيروت تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. غنوة أهلا بك برفقتنا إلى هذه الساعة الإخبارية، يعني كيف يمكن وصف المشهد الآن؟ هل ما زال يتسم بنوع من الهدوء؟ وماذا بالنسبة لتشييع الضحايا اليوم الذين سقطوا بسبب هذه الأحداث الدامية أمس؟ وهل هناك من بيانات من قبل حكومة أو مسؤولين في الحكومة؟ تفضلي. يعني طبعا لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على شوارع بيروت. كان هذا اليوم هو يوم حداد وطني شهد إغلاق تام للمحال التجارية هنا في منطقة عين الرماني. كانت الشوارع هادئة جدا، الحركة خفيفة فيها، وشهدنا أيضا انتشار كثيف للجيش اللبناني. أيضا عين الرماني تحتوي على أكثر من مدخل مع منطقة الطيونة ومنطقة الشيح، أغلقت كل هذه المداخل ب أسلاك شائكة لمنع أي يعني من الطرف الآخر من القدوم إلى هذه المنطقة أو من سكان هذه المنطقة من الخروج. هناك تدقيق، الجيش اللبناني يدقق بهويات الداخلين إلى هنا والخارجين منها. بالنسبة لموضوع التشييع، شيع اليوم بعض القتلى يوم أمس، صوت الرصاص كان يسمع الذي أطلق أثناء التشييع كان يسمع هنا في هذه المنطقة. طبعا وسط تخوف لأنه حتى الآن لا تبدو الصورة واضحة. حزب الله يبدو أنه سيطالب بتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي كما حدث في اشتباكات قبر شمون. هم يريدون بحسب ما يقولون لديهم لوائح بأسماء معروفة هي من أدارت هذه العمليات وصفوها بالغرف السوداء، وهو ما رفضه بشكل تام حزب القوات اللبناني. لكنهم يعني يطالبون بأن هذه القضية أولا أن تتحول إلى المجلس العدلي، وأيضا بأنهم يقولون بأنهم لن يسمحوا للقاضي بطار باستكمال تحقيقات انفجار المرفأ. طبعا قضية انفجار المرفأ هي التي كانت قد أثارت شعلة ما حدث يوم أمس، وكان هناك خلاف واضح بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله، إن كان من موقف جبران باسيل من صرح البطريركي أمس أو من خلال كلمة الرئيس ميشيل عون. أيضا يعني اليوم هناك كلمة مرتقبة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء، أيضا سيكون له فيها تعليق على ما حدث يوم أمس. هذه هي يعني ستكون هذه الكلمة الأولى لما حدث، يعني لوصف للتعليق على ما حدث، وهذه الكلمة أيضا يعني ستكون ربما ستورينا ما هي كيف ستسير الأمور، خاصة أن هناك تخوف. نعم هناك جيش لبناني منتشر، ولكن أيضا هناك قتلى لأثناء الشيعي لحزب الله ولحركة أمل، يخشى أن يكون هناك ردة فعل بعد الأحداث الدامية. وبالتالي يعني كيف تصفين لنا الوضع الأمني باختصار شديد غنوة؟ هل هناك من اتصالات؟ ماذا عن بيان التيار الوطني الحر أيضا؟ هل يعني هناك ما يمكن التوقف عنده بالنسبة لهذه المسيرات بالأمس؟ يعني طبعا التيار الوطني الحر شدد بانه لا يمكن لاحد ان يفرض رايه بموضوع انفجار المرفأ. كل البيانات بالنسبه لي يعني لاحداث يوم امس دعت الى ضبط النفس. كان ايضا هناك موقف لنادي رؤساء الحكومه السابقين الذين قالوا بأنه يجب أن يكون هناك احترام لحق بالتظاهر السلمي، وأيضا للحفاظ على
السلم الأهلي. طبعا هذه المواقف هي يعني في كل مرة يكون هناك مشكل أمني السيناريو يشبه بعض أو يكون هناك إشكال، يكون هناك قتلى من الأحزاب، يكون هناك ضحايا من المدنيين. المرة الأخيرة كان هناك أوقف بعض المطلوبين وحولوا إلى المجلس العدلي ومن ثم أطلق سراحهم. اليوم هناك سيناريو مشابه، يطالبون بأن يكون هناك تحويل للمجلس العدلي لأسماء محددة، ولكن أيضا لا نعلم إذا هذا الأمر كان سترضى به القوات اللبنانية، هل سيكون هناك تسوية. أيضا مصير الحكومة اليوم لا يزال غير معلوم، لأن الجلسات في الأسبوع الماضي علقت خلافا على موضوع القاضي بيطار. اليوم لا نعلم إذا كانت هذه الحكومة ستجتمع من جديد بعد حدوث هذه الأحداث الأمنية. حتى يعني كان هناك تهديد من حزب الله وأمل بالانسحاب من هذه الحكومة. نشكر لك كل هذه التفاصيل والإيضاحات التي تفضلت بها غنوة من بيروت، كانت معنا مراسلة الحدث غنوة يتيم، شكرا لك. أشغال أشغال وللمزيد حول الشأن اللبناني وأحداث الأمس، يسعدني أن أرحب بضيفتي معنا داخل الأستوديو التي تنضم إلينا الصحفية أمل ياس. أمل، أهلا بك معنا مع استوديو في هذه الساعة الإخبارية من قلب الأستوديو. برأيك بالتوقف عند أحداث الأمس، إلى أين تتجه الأمور أو أين يتجه المشهد في لبنان بعد الاتهامات التي وجهها كل من حزب الله وأمل إلى القوات اللبنانية بأنهم هم من قاموا بتنفيذ الاعتداء؟ بدي لك مساء الخير، وبدي أقول أنه نحن اليوم مهما كانت الظروف ممنوع لبنان يرجع إلى الدماء. كل سقوط دماء هو مستنكر، ولكن اليوم
ما بنقدر نستثمر بقى بالناس وبدماء الناس على حساب الحسابات السياسية وعلى حساب أنه اليوم بالمرفأ سقط شهداء، سقط 200 شهيد وأكثر من 6000 جريح. هل يمنع على أهل الضحايا وعلى الشهداء أنه ياخدوا حقهم، أنه يعرفوا مين ارتكب هالجريمة الكبيرة بحق بيروت؟ وبدي أقول أنه مش بس شهداء المرفأ وأهل الشهداء، لبنان كل لبنان اليوم انأذى من هالانفجار. هل ممنوع علينا أنه نعرف الحقيقة؟ هل الحقيقة باتت ممنوعة علينا؟ لأنه اليوم القاضي طارق البيطار له حق يستدعى أيا يكن، من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب لألي لألك لحي لحدا. نعم. ومش ممنوع، مش مسموح، ممنوع أنه نحن نقول لا ما بدنا نجي، وأنه هيدا القضاء مسيس. خليها توصل الأمور للآخر. لبنان اليوم، لبنان اليوم سيد جيزال عم يمرق على مفترق طرق، وهالمرة غير كل مرة. نحن اليوم إذا هالمرة القاضي بيطار ما بيصير فيه تضامن معه، تجمع وراء ودعم له حتى يكمل بالتحقيق، لبنان اليوم كتير بخطر. صحيح، هو طبعا على مفترق طرق، ولكن لنرجع للنقطة الرئيسية، محاولة يعني هل نلحظ مما جرى بأنه أطلق شعارات مذهبية وطائفية، يعني كل من أنصار حزب الله كما شاهدنا في التظاهرات منذ قليل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال الفيديوهات اللي الناس اتنقلتها بين بعضها، هل هو اليوم يعني يحاول جر إجر القوات اللبنانية إلى تلبيسها قضية يعني لا دخل لها فيها؟ اليوم نحن بعصر العولمة، بعصر الانترنت، بعصر ساتلايت، وبعصر كل شيء فيديو ممكن تشوفيه، ما بيقدر يقول حدا أنا كنت عزل من السلاح وتم الاعتداء علي. كل شيء مبين وكل شيء ببين، وكل الأمور بيقدر التحقيق العسكري والقضاء يكشفها. ما في زوم بقى نستثمر مرة جديدة. اليوم صار في استعمال لفائض القوة حتى ولو أنه كان اعتراض بالشارع، صار في استخدام لفائض القوة، صار في استعراض أنه أنا هون القوي وما حدا بيقدر علي، وأنا جاي أعترض على أداء القاضي بيطار أو على أنه القاضي بيطار يبقى، لازم ينقبع القاضي بيطار. نعم. هذا الاعتراض شفنا أنه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأعلام، شفنا أنه مجموعات منها الناس المعترضة من كل الفئات، جعبات عسكرية، ما بعرف مين الفئات. أنا اليوم شفت على الأعلام مثل غيري، ما بعرف مين الفئات اللي كانت موجودة، شو البطاقة الحزبية اللي حملتها. منها الناس المعترضين على القاضي بيطار واللي بدهم إياه ينقبع، فاتوا على عين الرمانة. طب أنتوا جايين على العدلية، شو رايحين تعملوا بعين الرمانة؟ هلأ مين رد عليهم؟ مين بلش بإطلاق النار؟ مين قوس بالأول هيدا في قضاء؟ ونحن عم نقول، عم ننادي بأنه القضاء يكون له الحق المطلق والسلطة المطلقة، هو يحكم بكل شيء. طيب في هذا السياق اليوم، يعني من موقف رئيس الجمهورية إلى موقف التيار، هل يعني نلحظ نوع من التوتر بين التيار وحليفه حزب الله؟ اليوم إذا نادى رئيس الجمهورية بحرية القضاء أو باستقلالية القضاء، هذا رئيس جمهورية البلاد، واستقلالية القضاء هي منصوص عنها بالدستور وبكل المواثيق. اليوم التيار الوطني الحر قال أنه هو بيستنكر الاعتداء على مجموعات نزلت غير مسلحة بطريقة سلمية. كيف تعلقين يعني على ذلك بعد أن شاهدنا هذه الفيديوهات بأن المسيرات كانت سلمية؟ اليوم المسيرات لم تكن سلمية كما شاهدنا، ولكن خلي القضاء يحكم، خلي القضاء يحكم. برجع بقول أنه عن جد نحن باللبنانية ما بقى نحمل، لم نعد نحتمل سقوط الدماء، لم نعد نحتمل أن يتم استثمارنا كلبنانيين وكناس على حساب المصالح السياسية والأهداف يلي مثل ما مبين أنه لا تصب في خدمة بناء لبنان وبناء الدولة اللبنانية. نعم، دعينا أستطرد إلى موقف الحكومة اللبنانية اليوم. يعني حزب الله يهدد بأن ينسحب من الحكومة، برأيك كيف سيندرج ذلك على الحكومة يعني التي شكلت حديثا؟ نحن تعودنا أن يكون هناك وفق، إذا بدك العرف، أنه يكون في ميثاقية، وتم إرساء هالميثاقية منذ اتفاق الطائف لليوم، أنه أي فريق يخرج من الحكومة وهو أكثرية ضمن طائفته يعتبر أنه هالفريق أو تعتبر الحكومة غير ميثاقية. ولكن هذا الموضوع، هذا بالتحديد بدلنا، يدل
إلى أن أننا يجب أن نفكر بإعادة بناء لبنان، بإعادة النظام التشغيلي. هون اسمحي لي افتح مزدوجين لأقول أنني إضافة إلى كوني صحفية أنا ناشطة ضمن مشروع وطن الإنسان الذي يشدد على إعادة بناء النظام التشغيلي في لبنان. النظام التشغيلي اليوم في لبنان معطل، وضمن هذا التعطيل يقع كل المؤسسات، إذا بدك سياق كل عمل كل المؤسسات في هذا السياق، إن كان الاستقلالية، القضاء، إن كان الأمن القومي، الحياد. نحن اليوم ليس لدينا أمن قومي، لدينا الجيش، لدينا الجيش. نعم، هو الركيزة الأساسية كما كنا نتابع منذ قليل. طبعا يبقى الجيش الركيزة الأساسية، ولكن بالنسبة يعني لموقف حزب الله وأمل بأنهم لن يتراجعوا إلا بتنحية القاضي بيطار، هل تتوقعين أن يعود ويستوعب حزب الله هذا الأمر، أم نتوقع تسوية ما ربما مقايضة يعني على المعلومات على حساب التحقيق في المرفأ؟ وفق المعلومات أن التسوية بدأ العمل عليها أو بدأ التفاوض حول هذه التسوية، ولكن اللبنانيين لا يريدون تسوية تحديدا في هذا الإطار. اليوم تنحية القاضي أي نوع من التسوية أمل؟ ربما نوع من التسوية أنه نحو إذا تم قبع الكلمة المفردات التي تستعمل اليوم، قبع القاضي بيطار مقابل أن يكون هناك تنازل عن قضية معينة. أنا لا أستطيع أن أقول أن ما جرى هو مؤامرة، لكن يعني أصبحت يعني مطلب رأي عام اليوم. يعني قضية التحقيق في مرفأ بيروت كما تفضلتي هي قضية رأي عام، لذلك لا يمكن أن تتم التسوية حولها. إذا تم التسوية حول قضية القاضي بيطار، يجب أن نقول أن لبنان انتهى. لبنان لا نريد أن ينتهي. اليوم قضية القاضي بيطار اليوم ليس كما الأمس، اليوم ليس كما الأمس، بعد انفجار مرفأ بيلوت ليس كما الأمس، بعد ثورة 17 تشرين اللي هي بعد يومين رح يكون الذكرى الثانية لثورة 17 تشرين، ليس كما الأمس. الناس اليوم، مزاج الناس، أو يبقى لبنان أو ينهار لبنان. قضية القاضي بيطار لم تعد ملكه كشخص يدعى القاضي طارق البيطار، أصبحت ملك الشعب اللبناني. شكرا لك يا أمل لهذه المشاركة الصحفية أمل الياس التي رافقتنا من داخل الاستوديو. انتهى الوقت ونشكرك لهذه المشاركة. شكرا لكم. توالت ردود الفعل العربية والدولية الداعية للجم التدهور الأمني في لبنان، ففيما شددت بريطانيا على ضرورة استعادة الهدوء، طلبت موسكو جميع أطراف الأزمة في لبنان إلى ضبط النفس، مبدية قلقها البالغ حيال التوتر المتزايد في لبنان. من جهتها دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى التهدئة ووقف العنف وتغليب المصلحة العليا للشعب، وأعربت عن أملها في تعزيز قوة الدولة اللبنانية. هذا وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت متابعة المملكة وباهتمام للأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأضافت الوزارة أن المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، مؤكدة أن الشعب اللبناني يستحق استقرارا في وطنه وإنماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب. أما إيران فقد وصفت عناصر ميليشيا حزب الله المدججة بالسلاح بالمحتجين، واعتبرت أن التعرض لهم فتنة مدعومة من إسرائيل. علي النامر، وينك علي النامر؟ وينك علوش؟ المشكلة دي كيف دي صوبك؟
وداخليا، وصفت مصادر لبنانية قضية المحقق العدلي طارق البيطار بالهزة السياسية الكبيرة التي ضربت التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، حيث أكدت أن إصرار حزب الله على إقالة البيطار يتعارض مع التيار، خاصة في حال لم تحصل الإقالة بالوسائل القانونية. وأضافت المصادر أن التيار يواجه مشاكل كثيرة في حال الرضوخ للضغوط التي تطالب بإقالة المحقق العدلي، وتتمثل المشاكل برفض تخطي الوسائل القانونية، وكذلك عدم الرغبة بإغضاب المجتمع الدولي الذي يراقب الملف عن كثب. كما تشمل المخاوف استغلال هذه القضية للتصويب على التيار من قبل خصومه السياسيين خلال الحملات الانتخابية المرتقبة في الأشهر المقبلة. العزل المحقق العدلي، هذا الأمر ليس بيد السياسيين. نحن اليوم احنا في عنا موقف، القاضي المحقق العدلي يجب اولا ان يكون يحافظ على القوانين والدستور. فالبعض والكثيرين وانا منهم اقول ربما في خلل دستوري، ولكن هذا القضاء بيقرره. نشرتنا مستمرة وفيها ايضا بعد الفاصل. تشكيك أوروبي أمريكي في استئناف قريب لمفاوضات فيينا النووية مع إيران. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سالوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، قال إن الأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس تأكيد شديد للدور الذي تقوم به الميليشيات المدعومة من إيران في زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والاستقواء بالسلاح. وقال الإرياني إن هذه الأحداث تؤكد أن لا بديل عن الدولة ومؤسساتها، ولا أمن ولا استقرار في اليمن دون نزع سلاح ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما تؤكد ارتهان الميليشيات الطائفية لإيران وأجندتها التوسعية على حساب أمن واستقرار ومصالح بلدانهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 40 غارة استهدف فيها آليات وعناصر من ميليشيات الحوثي في العبدية والقرى المحيطة بها خلال 24 ساعة. وأضاف أن عمليات الاستهداف في العبدية شملت 10 آليات، والخسائر البشرية قد تجاوزت 180 عنصرا من الحوثيين. وأشار التحالف إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تعنتها وتجاهل القوانين الدولية الإنسانية، كما تواصل تهديد حياة المدنيين في القرى والبلدات بالحصار ونيران قذائفها.
من جهة أخرى، قالت مصادر ميدانية إن مقاومة مديرية العبدية المحاصرة منذ نحو شهر تمكنت الليلة الماضية من كسر هجوم عنيف لميليشيا الحوثي في جبل وعقبة البلح. وأعلنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة قضت اليوم على نحو 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب. وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة مركز المديرية في محاولة للتوغل شمالا، لكنها فوجئت بكمين الجيش ووقعوا بين قتيل وأسير. قال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر إن اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية بعد تنصل الحوثيين عنه بدعم من إيران واستغلاله كفرصة للتحشيد والتصعيد باتجاه المناطق الأخرى. وأشار على محسن خلال لقائه بالمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمبي إلى ما تتعرض له مديرية العبدية في مأرب من حصار غاشم وحرمان من أبسط مقومات الحياة، وما تتعرض له مدن يمنية أخرى من هجمات بالصواريخ البالستية والطيران المسير هي أدلة واضحة لنتائج اتفاق ستوكهولم وتهاون المجتمع الدولي في تنفيذه. وجه أعضاء في البرلمان اليمني رسالة إلى الرئيس عبد رب منصور هادي طلبوه بإلغاء اتفاق ستوكهولم وتحريك الجيش الوطني للحسم العسكري في كل الجبهات. جاء ذلك في رسالة وجهها 38 نائبا في البرلمان، وطلب النواب بتوجيه الجيش لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وتحريك جميع الجبهات العسكرية في بقية المحافظات لتحريرها وصولا إلى تحرير صنعاء. وأكد النواب أن الحوثي تنصل من جميع التزاماته اتفاقية ستوكهولم واستمر في قصف المدن بالصواريخ. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 10,000 شخص نازحوا عن منازلهم في شهر سبتمبر الماضي وحده في محافظة مأرب اليمنية التي تشهد معارك عنيفة في أعلى معدل نزوح شهري في هذه المنطقة منذ بداية العام الحالي. 10,000 نازح يمني شردوا نتيجة استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب خلال الشهر الماضي فقط بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. أما عدد النازحين من مأرب منذ يناير الماضي فتخطى 55,000 شخص. يأتي هذا في وقت تستمر فيه هجمات ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب فضلاً عن محاصرة الميليشيات لعدد من المناطق مثل مديرية العبدية، بينما تتواصل معاناة المدنيين. أحدث الهجمات الحوثية كانت عبر هجوم صاروخي استهدف مستشفى علي عبد المغني في مديرية العبدية جنوبي مأرب، وهي تمثل المرفق الطبي الرئيسي الوحيد الذي يقدم الرعاية العاجلة للمرضى في المنطقة. ولطالما اعتبرت مأرب بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هرباً من التصعيد العسكري الذي يشنه الحوثيون، وخصوصاً أنها تضم 139 مخيماً وتستضيف نحو 1,200,000 نازح من المناطق اليمنية. ولكنها فقدت الاستقرار منذ تصاعد هجمات الميليشيات الحوثية ضدها في فبراير الماضي. وحول الانتخابات العراقية، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن مرحلة إعلان النتائج النهائية باتت قريبة، وأن النتائج التي أعلنت هي أولية، وإعلانها تم بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة. وأوضح البيان أن المفوضية تقوم الآن بعملية عد وفرز للمرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة وأنجز منها 70%. وأكدت المفوضية أنه بعد هذه العمليات يمكن تقديم الطعون بالنتائج النهائية على مدى 3 أيام.
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أكد أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات من بعض القوى مقبولة إذا كانت ضمن السياق القانوني وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ودعا بيان عنهم إلى التزام التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يمس بالسلم والأمن. وصف وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان المحادثات مع إيران بالودية والاستكشافية. الوزير السعودي أكد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز جدية بلاده بشأن المحادثات التي قال إنها تأتي ضمن الجهود السعودية المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أعربت مصادر أمريكية عن عدم تفاؤلها بعودة إيران إلى المباحثات النووية قريبا، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة بوليتيكو إن كل ما يسمع يشاهد أو لا يشاهد من إيران يظهر أنها غير مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي فعليا. الخارجية الإيرانية وبعد محادثات مع المبعوث الأوروبي ألمحت أمس أن العودة للتفاوض مرهونة بمخرجات بروكسل القادمة والمقررة بعد أسبوعين. وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وصف المباحثات مع مورا بالإيجابية مؤكدا أن الطرفين يرغبان بمواصلتها للتوصل إلى حلول براغماتية للمشاكل الراهنة. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. حزب التيار الشعبي يحمل حركة النهضة مسؤولية الإضرار باقتصاد تونس. الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. الشأن التونسي، أفاد دبلوماسي أوروبي لقناة الحدث بأن وزراء دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون آليات مواكبة عودة تونس إلى المسار الدستوري، داعيا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحديد أجندة استعادة المسار الدستوري. وأكد الدبلوماسي الأوروبي في الوقت ذاته أن تشكيل الحكومة التونسية يمثل خطوة هامة. أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف فتح تحقيقات فيما يخص التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في فرنسا. وكان المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014 أشاد بقرار المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية عاما واحدا بعد أن كانت مقررة في 20 و21 من نوفمبر المقبل في جزيرة جربة. تصريحات المرزوقي دفعت بالرئيس قيس سعيد للطلب من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي بحق المتآمرين على تونس في الخارج وفق تعبيره.
حمل حزب التيار الشعبي حركة النهضة مسؤولية التدهور الاقتصادي وتخفيض التصنيف السيادي لتونس. قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، قال أن حركة النهضة عمدت إلى إرساء منظومة موازية بأمنها واقتصادها، ما خلف تنامي الاقتصاد الموازي. كما اتهم النابتي النهضة بتدليس عجز الميزان التجاري منذ عام 2011 بحسب تعبيره. فككت وحدات الحرس التونسي خلية إرهابية بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، كانت بصدد التحضير لعبوات ناسفة لتنفيذ هجمات نوعية تخريبية في البلاد. وبحسب المصادر الأمنية فإن الخلية مكونة من 10 تونسيين، لذا بعضهم بالفرار. وفي الأثناء تمكنت ليبيا أيضا من إلقاء القبض على عنصر تونسي داعشي يدعى عمر عز الدين، وهو أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي جنوب سرت الذي راح ضحيته عدد من الليبيين قبل 6 سنوات. اسمي عمر بشير عمر عز الدين، تونسي جنسية، مقيم في تطاوين وادي قمح شارع الناظور عدد 14، مواليد 1981 10 فيفري. أنا واحد من الأشخاص اللي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ما يعرف بداعش، وكانوا عندي أخوتي زوز بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية ما يعرف بداعش في تونس. بالقاسم مات في قصف جوي في صبراتة على مقر معروف لتنظيم الدولة الإسلامية، ومات صلاح خوي في تونس في منطقة بنقردان في مواجهة بين الجيش التونسي ومجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه العملية الإرهابية تنضم إلينا من تونس الصحفية نسرين حمداوي. نسرين، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. الأمن التونسي كما تابعنا كما قام بتفكيك خلية إرهابية بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، وطبعا كانت تخطط لهجمات نوعية. التفاصيل، تفاصيل هذه العملية، جنسيات هؤلاء والفئات التي ينتمون إليها، هل هم من داعش، هل هم من القاعدة أم عناصر تابعة لمنظمات إرهابية أخرى، جنسياتهم، هل تم إلقاء القبض على العناصر العشرة، ومن كان المستهدف من هذه العملية الإرهابية؟ نعم، مساء الخير. والوحدات الحرس الوطني في تونس قامت بتفكيك خلية إرهابية تنشط في الجنوب التونسي وتحديدا في ولاية تطاوين، حيث تم حجز معدات بدائية لصنع مواد متفجرة كانت تستهدف القيام بعملات إرهابية نوعية وفقا لمصادر أمنية تحدثت اليوم لوسائل إعلامية تونسية. بالفعل هذه الخلية تتكون تقريبا من 10 أفراد على الأقل، جلهم لاذ بالفرار ويزال البحث جاريا عليهم، كلهم من جنسيات تونسية، لكن إلى حد اللحظة لم يتم التعرف أو تحديد هوية التنظيم الإرهابي الذين ينتموا له، لكن أغلب الظن أنهم ما يسمى بالذئاب المنفردة الذين يتلقون تكوينات على القتال أو تكوين في صنع المتفجرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أيضا كانت هنالك حادثة غريبة نوعيا، حيث تجمع عشرات من السلفيين أو من حزب التحرير وبعض المعروفين بانتماءاتهم السلفية المتشددة بعد صلاة الجمعة قرب جامع الفتح بالعاصمة تونس، ونادوا بما يسمونه بتطبيق الخلافة الإسلامية والابتعاد عن الدولة المدنية، كما قاموا بالتحريض عن رئيس الجمهورية واعتبروا أن ما يقوم به بعيدا ويخالف شرع الله كما يقولون. هنالك أيضا تحريض على رئيس الجمهورية في عدة منابر، لاحظنا أنه تم إيقاف عديد الأئمة خلال الأيام الماضية باعتبار أن الخطاب التحريضي أصبح يتنامي ويتصاعد بشكل ملحوظ خاصة في المنابر والمساجد خلال الأسابيع الماضية. نعم. نسرين، يعني هل كانوا متواجدين في هذه المنطقة في محافظة تطاوين جنوب البلاد أم أنهم أتوا إليها؟ هل من معلومات أوضح إذا ما كان تم القبض على كلتي بعض العناصر، هل من معلومات أوضح يعني كم من العناصر وكم من العناصر يعني استطاعت الفرار؟ أيضا إذا كان هناك من معلومات حول نوعية هذه الهجمات التي كانوا يخططون لها، هل هي كانت تستهدف مصالح سياسية، حقوقيين، مدنيين؟ تفضل.
المعلومات الأولية التي تحصلنا عليها تشير إلى أن هذه العناصر جلها من مناطق قادمة من الجنوب التونسي، أغلبها من ولاية تطاوين تحديداً، لكن هنالك بعض من الولايات المجاورة لتطاوين عددهم لم يتم تحديده بعد، لكن المؤكد أنهم كانوا يستهدفون منشآت حيوية ومناطق يتمركز فيها مواطنين بعيداً عن استهداف شخصيات سياسية أو شخصيات حقوقية. المستهدف هي منشآت على غرار مراكز الأمن ومراكز الحرس الوطني والمنشآت العسكرية. نعم. لماذا تمركزوا في تطاوين وليس في منطقة أخرى؟ لماذا هذه المحافظة بالذات؟ نعم، تطاوين هي قريبة نسبيا من الحدود الليبية، وهنالك سهولة في الحصول على المواد الأولية للمتفجرات، وهي بعيدة نسبيا عن العاصمة تونس عديد الكيلومترات، وبالتالي يعتقدون أنه سيكون من الصعب تفكيك هذه الخلايا والوصول إليها. ولايات الجنوب التونسي تعتبر بين الظفرين ساخنة نسبيا خلال السنوات الماضية كما قلت، باعتبار قربها للحدود الليبية وباعتبار أنها جلها مناطق صحراء الصحراوية النائية، تكون منطقة زخمة لتكاثر مثل هذه الجماعات المتشددة. نشكرك على كل هذه التفاصيل التي تفضلت بها نسرين، كانت معنا من تونس الصحفية نسرين حمداوي، شكرا لك. ذكرت مصادر سورية وتقارير أعلامية أن قياديي ميليشيا حزب الله يشكون من الإجراءات القاسية التي فرضتها مؤخرا الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري والتي يرأسها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام. وأفادت المصادر أن الفرقة شددت الحراسة على المعابر ومنعت القياديين في الحزب من الانتقال بسيارات المدنية اللبنانية إلى الداخل السوري، حيث يتنقل قادة الحزب بسيارات خاصة وسط تشديد التفتيش والاطلاع على الوجهة التي يسلكها قادة الحزب داخل سوريا. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن قادة القوات الكردية خوفهم من أن يساعد انسحاب الولايات المتحدة تنظيم داعش على النهوض مجددا، وتخشى القوات الكردية من أزمة جديدة تتصاعد بحسب قائد عسكري في الصحراء الشرقية لسوريا. وأضاف المسؤول العسكري أنه لا يمكن إنهاء أيديولوجية التنظيم بسهولة، مؤكدا أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للقوة الكردية تقوم يوميا بعملية واحدة على الأقل للقضاء على هذا التنظيم، فيما شدد القائد العام لقوة سوريا الديمقراطية في الحسكة على أن تنظيم داعش قد يعود مجددا لتهديد النظام العالمي، مشيرا إلى أن قواته لا تزال تعتقل الكثير من عناصره في دير الزور وفي محافظة الأنبار بالعراق. قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك نحو 2000 مسلح تابعين لتنظيم داعش في أفغانستان، وهم يخططون لنشر نفوذهم على بلدان آسيا. وفقا لمعلوماتنا، يبلغ عدد مقاتلي تنظيم داعش في شمال أفغانستان وحده حوالي 2000 عنصر، ويقوم قادتهم بإعداد خطط لتوسيع نفوذهم في دول آسيا الوسطى والمناطق الروسية من خلال إثارة الصراعات العرقية والدينية والكراهية الدينية، ويسعى الإرهابيون إلى التسلل إلى أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة من خلال التظاهر بأنهم لاجئين. وحول تطورات الملف السوداني، تتضارب المواقف من الدعوة لحل الحكومة. مصادر في المجلس السيادي السوداني أكدت لقناة الحدث أن اجتماعات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري لم تحمل طلبا لعبد الله حمدوك لحل الحكومة أو تجميد نشاط لجنة إزالة التمكين، إلا أن موقع سودان تريبيون نقل عن مصادر بأن حمدوك رفض خلال اجتماع أمس طلب رئيس مجلس السيادة
ونائبه بحل حكومته المكونة وتعيين حكومة جديدة. بالمقابل، حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني من تأخر اتخاذ القرار الصعب بحل الحكومة لأنه سيزيد صعوبة على حد تعبيره، ولفت إلى أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك حلت نفسها بيدها ولم تعد مرتبطة بالشعب، مضيفا أن الحكومة أصبحت بلا مهام أو كفاءات أو أهداف منذ تخليها عن الوثيقة الدستورية. واعتبر مستشار رئيس مجلس السيادة أن خطأ حكومة حمدوك يتمثل بتشرذم الجهات الممثلة فيها من المكون المدني وإقصائها لمكونات أخرى، كما حملها مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلاد جراء المحاصصة التي جرت بين أطيافها. توفي النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن مرات عدة أثناء حضوره تجمعا في دائرته الانتخابية جنوب شرق إنجلترا. أميس كان يبلغ من العمر 69 عاما، كما كان عضوا في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ، وكان يعقد لقاء أسبوعيا روتينيا مع الناخبين في دائرته عندما تعرض للطعن. إلى ذلك أشارت الشرطة أنه تم توقيف شاب بعد مدة قصيرة من الحادث وأنها لا تبحث عن مشتبه به غيره. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. فيديو يكشف حقيقة اشتباكات بيروت. ميليشيا حزب الله بدأتها بشعارات طائفية وتحطيم الممتلكات في عين الرمين. ثمانية وثلاثون برلمانياً يطالبون الرئيس هادي بإلغاء اتفاق ستوكهولم وتحرير الحديدة وتحريك جميع الجبهات. الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية بمحافظة تطاوين جنوب البلاد كانت تخطط لهجمات نوعية. شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.